هل يجوز إيجار جراج للنصارى لاستعماله كموقف للسيارات التي تنقل السياح؟ يجوز، والأولى إذا كان السياح يذهبون لفسق لا تساعد على فسق. أما تأجير جراج لنصراني، يجوز أن تؤجر لنصراني جراج يوقف فيه سيارته، من هذا الباب جائز. أما إذا كان بعد ذلك ماذا تستعمل السيارة؟ إذا كنت موقنا أنها تستعمل في ضلال أو في باطل فلا تفعل.